ازيك يا عم عمده؟ الحمد لله رب العالمين. عامل ايه؟ الحمد لله. وحشنا والله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شحنا عم عماد كده ايام الشباب كنت عامل ازاي؟ كنت دون جوان. الله عليك. كان في رجع ابازا والتبكال بتاعه الاستاذ محمد عماد الدين. الله الله يا عمده. اشهر طالب في كلية التجارة جامعة القاهرة. كنت اطلع رحلة الاقي بقى 6 اتوبيسات. ثلاث ارباعهم بنات. ليه؟ كنت واد حلوه. دول ايه دول؟ لا دول بنتين اهم، ودي بنت برضه. كانت قصه كده واعمل كده والبنت بس. اوه يغم عليها يا حلاوته يا حلاوته. حد معاك كولونيا؟ معاك كولونيا يا بنت؟ البنت يغم عليها من حلاوته ومن جماله من تعبته يا حلاوه. عم ما تيجي ونجيب مليك. طب بقول لك ايه؟ تعالى ونجيبها لك. يا عم تعالى اوديك اللي انت عاوزه. الله هو. خلاص بص يا عمده، صلي على النبي. لو لقيت طاقيه لخفه، عارف طاقيه اللخفه؟ لو لقيتها هتعمل بيها ايه؟ هعمل بيها فيلم على نمط القلم السابع. كان يديه القلم عد عندك. اجيب لك مثلا واحد تجرب فيه الفيلم. يلا تعالى تعالى اهوت جرب فيه الفيلم. هنجرب بقى طاقيه اللخفه. معلش يا بيبي استايت لخفه واعمل بيه فيلم. اختفيت خلاص. اختفى خلاص. هو اختفى. انا هو هقول لك انا فين ولا تزعلش؟ لا هيزعل هيزعل. اقول لك فين وما تزعلش؟ لا الحمد لله. انا الحمد لله الفيلم طاقية الإخفة. ايوه فيلم. إيه؟ قلت هتعمل فيه الفيلم. وانت كنت ميت يا ابني. والله يا معلم بفتكر مربى. هفتكر الميت مربى. عماد قال ان هو هيعمل فيلم بطاقية الإخفة وهيدي الناس بالقلمة. حلو. فهو قال هيجرب فيك الفيلم ده. لا يمكن. ده حبيبي. حبيبي. ده حبيبي. حبيبي. انا ادي الاعداء الذين يكرهون مصر بالقلم وبالشلوت، ومن اولهم معتز مطر ابن الوزة اللي بيشهر بيا لانه بيقول عليا في قناه الشرق مازن جوال مبروك يا بنتي، مازن كومبارس، مازن محمول، ايه وما اعرفش مين رقاني وحاج امك يا معتز يا مطر. ده انا وصلت كبير معلمين بمجهودي بشهاداتي، ولا اللي مش هربان ولا اللي معلش قضيه وبجبني في قناه الشرق بيقول عليا جوال مش كومبارس. وخلي بالك. لا وخلي بالك يا معتز يا مصر يا ابن الوزة، ما قد فيك بلاغا بالنائب العام برقم 14386 16 نوفمبر 2016. مين ولا فتافون؟ لا عند النائب العام. والواد الثاني الجزمه الثانيه اللي هو اسمه محمد ناصر. لا خلي بالك انا بعرف اخد حقي الحمد لله. انا راجل كوميدي، راجل كوميدي في المواقف الكوميديه، بس الحمد لله باخد حقي لان انا ما بذاكرش على قفايا. تحياتي. موقع ايه دوت؟ موقع ايه؟ موقع ايه؟ نعم سبيستون. سبيستون ده موقع جالوت يا ابني.